طيب، في خطوة الحقيقة أنا شايفة إن هي إيجابية جدا، وهي فكرة تعليم لغة الإشارة تمام لمسؤولي إرضاء أو المسؤولي أو العاملين في وحدة إرضاء المنتفعين. دي خطوة مهمة جدا، وأعتقد تاخد مجهود مش بسيطة برضو. هو بالفعل يا فندم كانت خطوة مهمة زي ما حضرتك قلتي. احنا طبعا كان بيتردد علينا على المنشآت عندنا ضعاف السمع والكلام، وفئة طبعا وعدد مش قليل، فعلى طول توجهنا صوب المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة وطلبنا منه ان هو يدرب فريق العمل عندنا على التعامل بلغة الإشارة. وبالفعل تم عقد برنامج تدريبي تخصصي كبير للثلاث محافظات، وعايز اقول لحضرتك ان كل يعني الفرق اللي حضرت هذا البرنامج اصبحت الان تجيد التعامل بلغه الاشاره. ويمكن احنا منزلين على يعني صفحه الهيئه وعلى الصفحات الخاصه برضا المنتفعين بعض الفيديوهات اللي الفرق بتاعتنا عاملاها بلغه الاشاره، ازاي يدير حوار مع ضعاف السمع والكلام. وعايز اقول لحضرتك كمان ان احنا لسه مكملين في هذا الاطار، يعني احنا الفتره الجايه ان شاء الله داخلين برنامج تدريبي اكثر شمولا بقى، ان هو بس مش هبقى قاصر على ضعاف السمع والكلام، لا باقي الفئات الاخرى. عظيم. دكتور انت عارف ان احنا كمصريين عندنا حته كده بناخدها من التجربه دايما، يعني مثلا انا رحت وكشفت عند دكتور شخص معين، مثلا دكتور معين، فحد رايح فبقول له لا روح الدكتور ده شاطر قوي روح له وهيريحك وهيتكلم معاك وهياخد ودي معاك في الكلام. هل المنتفع او المتعامل ليه حق ان هو يطلب الدكتور، ولا هو بيدخل ويكشف بحسب الدكتور الموجود؟ حق اصيل، حق انه يطلب الدكتور اللي هيكشف عليه. حق اصيل يا فندم. علشان كده بقول لحضرتك ان خدمه الحجز من خلال الكول سنتر دي اولا رفعت ايد اي حد ان هو يميز او ان هو يدخل حد قبل حد، زي ما حضرتك عارف الامور اللي كانت بتحصل. لا، اصبح الموضوع مميكن بشكل كبير جدا، بيتم ابلاغ المنتفع في التليفون ان انا عندي دكتور فلان والدكتوره فلانه، حضرتك متابع مع مين؟ بيختار الدكتور فلان، على طول بيتم الحجز، بيبقى متوجه للمنشأة وعارف ان هو داخل للدكتور فلان الساعة كذا يوم كذا. فدي من ضمن يعني الإيجابيات الكبيرة جدا جدا، ألا وهي ميكنة عملية الحجز نفسها وأتت بالنفع، وزي ما حضرتك قلت ان هي ضمنت للعميل أو المنتفع ان هو يختار بالفعل اسم الطبيب اللي هو يتعامل معاه أو يجري الفحص الطبي عليه.